السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج الانفرا وركس بنلاحظ ان هو بيديني نوعين من انواع الفيو. الانجينيرنج فيو بيبدأ يظهر عندي الارتفاعات بالشكل دوت الكونتور او الكونسبشوال فيو. كل واحد فيهم ممكن تدخل هنا في السيتنج وتبدأ تظبط الاعدادات، مثلا بتاعة البريتنس تفتح الصورة وتغمقها، كونستراكت تظبط الالوان، اللايت تبدأ تزود الاضاءة او تقللها حسب ما انت شايف انها افضل بالشكل دوت. السون كولر تظهر او تخفيها. الكولر عايزها ابيض واسود ولا عايزها بالشكل دوت ولا نورمال. بعد كده كل دي اعداد بتاعت الرندر تقدر تسيبهم وتختار انت عايزه. واير فريم تظهر بالشكل دوت، نشوف اللي ورا الحاجات. وانا عايز تظهر مثلا رياليستيك بالشكل دوت. عايز تخلي فيه شفافية للعناصر، تبدأ تخلي فيه شفافية للعناصر بشكل دوت. وبعد كده فيلد اوف فيو بتعمل زوم، بتقرب وتبعد عن الشكل اللي انت عايزه. بعد كده تقفل.